اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من نجوم الاهلي السابقين، النجم الكبير كابتن محمود سمير. ازيك كابتن محمود؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه يا حبيبي؟ مبسوط ان انا متواجد معاك، كنت وحشني جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار الجيم والشغل ايه؟ اهو بنحاول عشان ما تخنش. عشان ما تخنش اول حاجه بقول له ايه الجيم والبتاع، علي لا عشان ما تخنش على طول. لازم بس احسن الواحد احافظ على نفسي. لما تحافظ على نفسك وما تتخنش وتفضل يعني طبعا انت شعرك اتغير، لكن كل حاجه لازم نحافظ على حاجه، يا الشعر يا الستايل يا البطن. يا البطن. فقدرت تحافظ على البطن. اخترت ان احنا نختار الشيب شكله كويس وواحد بيحافظ على نفسه برضو. طيب خليني ابدا معاك على طول باول مكالمه، انت ازاي جيت النادي الاهلي؟ انا عارف ان هي مكالمه تليفون ما بينك وما بين، يعني احكي لنا برضو انت الموضوع. طبعا كنت سعيد جدا ان انا متواجد في النادي الاهلي، كان اول مكالمه كان كابتن حسام بدري. ايوه. كنت خارج من التمرين وانا في الترسانه ولقيت كابتن حسام بيكلمني، رقم غريب طبعا ما اعرفش، فقال لي كابتن حسام بدري معاك. فقال لي يعني ان انت من ضمن المرشحين في نادي الاهلي وان شاء الله تكون متواجد معانا وكده، فكنت في قمه سعادتي. بس كده يعني. دي اول مكالمه. وايه اللي حصل بقى؟ الدنيا مشيت ازاي؟ بعديها بحوالي شهر كان اجتماع لجنه كوره. وقال لي انا داخل اجتماع وهخلص وهكلمك، فخلص الاجتماع وكلمني وقال لي مبروك ان انت متواجد معانا من قبل ما اروح بحوالي 6 شهور. ياه. وخلصت الصفقه الحمد لله على خير، وكان كابتن عادل القيعي تواجد في نادي الترسانه والموضوع خلص الحمد لله. يعني والموضوع خلص. تفتكر اول يوم انت لعبت طبعا مع جيل تاريخي يعني وجيل اسطوري فيه، يكفي ان حضرتك كنت منهم يعني. حبيبي ربنا يخليك. لا الجيل كله الحقيقه ناس كلها محترمه، جمعه وشادي واحمد السيد، كل الناس عشان ما انساش حد بس، وكل الناس وابو تريكه طبعا وبركات ومتعب وكل الناس يعني كلها كانت اسماء كبيره جدا. ولكن استقبال جوزيه وان جوزيه بقى مصر ان انت تبقى موجود في الفرقه، اعتقد ان ده شيء جيد ليك. طبعا يعني انا من قمه سعادتي حاجتين، اول حاجه ان انت تكون متواجد في نادي بتحلم بيه تلعب فيه زي النادي الاهلي من اكبر نادي في افريقيا، والحلم الثاني اللي بسطني ان مستر مانويل يكون مختارك من ضمن عناصر كتير كانت مرشحه في النادي الاهلي. مرشحه للنادي الاهلي. انت عارف كابتن اسلام كان في الفتره دي في كل فرقه في الدوري الممتاز كان في لا يقل عن 7-8 لعيبه كويسه في فرقتها. مظبوط. انبي، حرس، اسماعيلي، مقاولين. فان انت تختار النادي الاهلي يختارك او مستر مانويل يختارك لجنه كوره من ضمن المجموعه دي كلها، ان انت تكون متواجد مع جيل هو منتخب مصر، فلا انت كنت في حته ثانيه خالص. انا كنت متواجد، جيت يناير 2008. كان منتخب مصر واخد بطوله امم افريقيا. اتمرنت اول حوالي اسبوع من غير الدوليين ما يكونوا موجودين. طبعا الجيل اللي انا كنت بتفرج عليه في التلفزيون، فجأة انت بعد اسبوع لقيت الجيل اللي انت بتتفرج عليه في التلفزيون داخل عليك غرفة الملابس. راجع واخد بطولة افريقيا 2008. كنت انا واحمد فتحي صفقتين يناير للنادي الاهلي، فكنت الواحد كان في قمة سعادته. دي كانت الصورة الأولى قبل ما نكمل كلامنا. دي ساعة التوقيع مع النادي الاهلي. فالواحد فخور طبعا ان هو كان متواجد في النادي الاهلي. عماد النحاس اعتقد كانت أول تمرينة ليه معاك، قصة كده برضه احكي لنا عليه. هو من اول الناس اللي استقبلوني بصراحه على بوابه النادي الاهلي. و اشمعنى بقى؟ ما اعرفش، هي جت صدفه ظروفها. جت صدفه طبعا. كان اول ما قيل ان انا متواجد في نادي الاهلي ووقعت، فلقيت ابو تريكه من اول الناس اللي كلموني في التليفون وهو في بطوله امم افريقيا. كلمني وبارك لي، والحضري كلمني وشادي كلمني. فطبعا ده يدل ان دول كباتن فرقه ناس محترمه طبعا بيقدروا اي لعيب بيجي النادي الاهلي. فكنت فخور جدا وسعيد، واول ما دخلت الاهلي ما حسيتش باستغراب. في ميزه في اللعيبه ان بتعرف تخليك ازاي تخش وسطهم على طول، وحته الانسجام دي مهمه جدا. فاول واحد كان استقبلني ما كانش المجموعه بتاع الدوليين موجودين، كان كابتن عماد نحاس، ودخلنا غرفه ملابس عرف اللعيبه بيا وقال مش عايز يبقى في رهبه عندك ولا حاجه، انت وسط اخواتك واصحابك وإينو وعاشور والمجموعه المحترمه دي، واتمرنا وكان نقطه الضحك والهزار دول. دول انت في اي فرقه كده لازم تلاقي 5-6 كده. فالواحد كان فخور جدا طبعا ان هو موجود وسط جيل عظيم، حتى لو كان الواحد ما قدرش يرضي طموحه الشخصي او جمهور نادي الاهلي، فيكفي ان الواحد كان موجود وسط جيل زي ده.